عاش العالم لحظات حزينة الأسبوع الماضي بخبر وفاة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا. فقد كان الخبر الذي اجتاح أكيد مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة زلزال على مستوى دول العالم، لما لهذا اللاعب من عشاق ومتابعين على مستوى دول العالم، خاصة الذين عاشوا تلك الفترة التي كان فيها مارادونا كلاعب، فترة الثمانينات وأيضا التسعينات وحتى الفترة القريبة التي كان فيها مارادونا مدرب للعديد من الأندية، وبالطبع نادي الفجيرة اللي كان للنصيب بأن يحظى بوجود هذه الأسطورة التي كان يراها الكثيرون لن تتكرر. فعلا مشاهدينا، وعلى الرغم من أن المدة التي أمضاها بين أحضان نادي الفجيرة ليست بالطويلة، مدة عام تقريبا، ولكنها كانت كافية ليكون هذا النجم جزءا أصيلا من ذاكرة النادي الذي أمضى فيه مارادونا لحظات جميلة تلقى فيها التقدير من نادي الكبير لنجم كبير أيضا حتى على المستوى الشخصي. فقد كان النادي حريصا على أن يمضي مارادونا أيامه في الفجيرة وكأنه في وطنه وبين محبيه أيضا. وأكيد مشاهدينا، وبالفعل فقد كان خبر وفاته مؤثر جدا على النادي وأيضا على رئيسه سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي. فقد نشر موقع نادي الفجيرة على الإنستغرام فيديو للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي، عبر فيه وبصورة شخصية عن حزنه لرحيل الأسطورة دييغو مارادونا. خلينا نشوف معاكم هذا الفيديو.